البيرو هذا غطا لا تقولوا حفو لا هذا البيرو هذا غطا والشاطر فيكو فهمان يدور على الحل بيلقاه دخلك دخلك يا بعمل اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول دخلك دخلك يا بعمل اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول الكلام ما خلى ودل كل مشكلة ولها حل الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل لو بدي أحكي الصحيح من كلام الكل بنعل دخلك دخلك يا بأول اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو بتقول دخلك دخلك يا بأول اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو ام عودتي ام العود ام العود اتصورت لدي 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 كيف بجح بالمصور لدي عنتر زمانك يا ام العود عنتر زمانك ما حد بيفهمني غيرك يا ام العود ولا وياك علاش بتضحك يا ابا شوفي يا ابا شوفي شوفي صور حلو كثير يا ابا ليش معبس يا ابا عشان اصير عنتر عبس يا ابا بعدين هذول صدقوني قضبوني غصب عني وصوروني واخذوا مني نيره حق الصوره غصب عنك صوروك يا ابا صدقيني يا حبوبتي غصب عني هذول المصورين الوقاف اللي بنص البلد بيشوفوا واحد غريب ماشي بروحوا ايش بزقطوه رعشا بحطوا على راسه طربوش ولا برنيطه اجنبيه وطريق بقعدوا يحطوا عليه الصوره وبعدين بحطوا وراه ايش كليل زهور ودناديش ورد وحاضر مشان تطلع الصوره حلوه تليفون ايش خلنا نشوف ان شاء الله خير ان شاء الله خير الو نعم ابو العود بتكلم نعم شخصانيا اهلا 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 ابو زوز اهلا كيف حالك يا عيني والله يا عم اشتقنا لك كيف صحتك كيف الاولاد كيف المدام يا ميت هلا ها خيو ابنك لا والله لسه ما وصل منو زهير صار عريس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله انا خابره عمره 8 سنين يا عمي الدنيا الدنيا الزمن بمر واحنا مش حاسين بيه على راسي بس يوصل على راسي سلم لي على ام الزوز بخاطرك مع السلامه يا ابوي مع السلامه مين هذا يا ابوي هذا يا با صاحبي الروح بالروح ساكن بالعقبه اتصل بي وبقول ابنه بده يوصل اليوم يصل وين يا با عندنا على الدار بده يوصل بعدين هذا يا با شاب مليح كثير وله مستقبل وجاي يخطبك من غير ما تستشيروني يابا ما هيني يابا هيني قاعد بستشير بيكي بعدين ابو صاحبي الروح بالروح وبعدين بدك توافقي غصب عنك وانا مش رح اوافق على واحد لا بعرفه ولا بيعرفني ما هو بيعرفناش يابا واحنا ما بنعرفه بنتعرف على بعض المعرفه مليحه يابا بعدين ابو صاحبي كثير وبتعرفي انه فرخ البط عوام وهو ابوه عوام كثير وانا تاخرت عن شغلي وانا كمان اسمعوا يابا اسمعوا بتوقعوا على الدوام وبترجعوا بتداوموا هون ها لما قبل ما يخلص الدوام بشويه بتروحوا بتوقعوا وبترجعوا بتمصلوا من الوظيفه هيك للموظفين ولا بلاش يلا وشو هالصوت العالي هذا على هالصبح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم اي دوشتنا ودوشت اهل الحاره يا اخي فاتح الراديو على اخي اللي بيعلي عمله على ويش يا اخي المهم شان الناس تعرف انه في عندي هون انا قهوه اي سنحك ما ادل ملحك ما كل الناس بهالحاره عارف انه في عندك راديو وطي الراديو يا اخي طرشت ذهننا يا اخي ما تزعلش خلاص بسكرها بالمره كمان ايه ايه ما شاء الله عنك
ايوه هيك لازم تعرف خيو انه الواحد مش حر امتى ما بده كيف ما بده. يا اخوي الراديو وطينا وليش كنت مصيح فيي صغط علي من الصبح يا زلمي. طيب اسمع انا زعلان منك وصدقني مرزوق لا يمكن يروق غير بفنجان قهوة مجاني بالمحروق. بس هذه يا زلمة خذ فنجانين يا زلمة فنجانين خذ. لا علي اسمع 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 علي لي هالراديو على الاخير ها خلي الجمنهور ينطرش وخلي الطلاب تزبط. اخوي ما فيش ناس يلو علي يمي ولا كلمة ترى انا مرخصها بنص الحارة القهوة ودافع الرسوم وماشي حسب الاصول. على كيفك على كيفك زبط لي اياها مسخرة. Good morning يا أخ. نعم. Excuse me. أنا بدور على بيت عمي أبو عواد. عمك أبو عواد خبط لزق؟ الحقيقة هو مش عمي خبط لزق، هو صديق الوالد. أنا شخصياً ما بعرف. ما بتعرفه؟ لا. بس احتمال كبير إن نصير نسايب. نسايب؟ يعني قصدك تخطب بنته نجاح؟ ايوه. طب انت بتعرفها؟ في الحقيقه لا. لا بتعرف ابو عواد ولا بتعرف بنته نجاح؟ انت وقعت ولا الهوى رماك؟ ايش قصدك؟ مصيبه وراح توقع فوق راسك. امبوسيبل. مصيبه ايش؟ خيو هذه نجاح وحدي هبلة لفاقة كثيرة حكي قصيرة بشعة ومنوها المجنون هذا اللي بده يجوزك إياها. والله أكيد أبوك أكيد أبوك يا عمي هذا بده ينفق بنت صاحبه. لكن نصيحة مني لوجه الله تعالى ها إنك تبعد عنهم ما تقربهم لأنه مبين عليك ما شاء الله شخصية ومحترم وبالحلال. يا سيدي معك حق بس أنا لازم أشوفها وأقول رأيي فيها للوالد. لا 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 خيو ما ظنيت أنك تشوفها. ليش؟ لأنه أبو عواد مسافر هو وعياله كم يوم. مسافر؟ نعم صار له أسبوع وهاليومين بيجوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وشو بدي أسوي هسه؟ بي عندي فكرة. تفضل شو هي؟ وشو رأيك بي هون عندنا بالحارة بونسيون؟ يعني فندق صغير ها قد الحال. هذول يا سيدنا بيستعملوا لزوار الصيف بيأجروهم إياه وأصحابه على قد الحال. يعني وشو رأيك تقعد لك هون بيومين ها حبين ما يجي أبو عواد وبنته نجاح؟ يبدو إنه ما فيش غير هالحل. لو سمحت ممكن تدلي على البانسيون؟ ممكن من عيون الثنتين. هذا هو قدامك خيو. خطوة ونص بتكون بباب البونسيون. ثانك يو. على السلامة. احنا بخدمة الشعب يا عمي والناس الكويسة. اي والله وقعت يا ابو عواد راح توكل مقلب كبير. ام العود ام العود وصل سهرنا. اهلا وسهلا فيه ومئة مرحبا. شوفي هيك انا مرتب. سم الله عليك. اللهم صل على النبي خزات العين. يعني بالك عندي شخصية؟ يا شيخ بتجنن. عشان هيك عندك وشي قد ما بجننك. طب روح افتح الباب. اسمعي خليش طبيعية بديش ترتبكي. طيب. اهلا وسهلا عمو. عفوا مش هذا بانسيون؟ بانسيون؟ مع انه ما فيش ولا ارمى تدل على انه هذا بنسيون. عدم المؤاخذه يا عمو من اللي قال لك انه هذا بنسيون؟ واحد طويل هناك مرزوق. ايوه اذا كان مش بنسيون معلش انا اسف. لا لا عمو عدم المؤاخذه تفضل. بس انت شو اسمك؟ انا زهير سالم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انا محسوبك صاحب البنسيون. أنا نعم 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 أنا صاحب البنسيون. ممكن ألاقي لي غرفة فاضية عندكم ليومين؟ عمو بتلاقي إحنا مش زي الأوتيلات الثانية نرمي عفشات الواحد من الشارع مشان ندخل زبون غيره. لا أبي غرفة فاضية. تفضل تفضل. لا بليز اترك الشنطة. حبوبي إحنا بدناش بخشيش ما بناخذ بخشيش مثل الأوتيلات الثانية بنلزع البخشيش. تفضل عمو تفضل. طيب بس دير بالك على الشنطة عشان فيها أغراض الخاصة وأنا أغراضي الخاصة شاريها من أوروبا.
معلش عمو، احنا شعارنا بهذا الاوتيل انه زبون على حق ولو انه على غلط. اتفضل. تفضل عمو، تفضل. بنعرفك السيد زهير المدام. اهلا وسهلا يا ابني، تشرفنا. شو هاد؟ موديل قديم جدا، انا عارف كيف عايشين فيه. والله يا بني كل العفش جديد. طيب طيب، وين بدي انام؟ هذا مبين تعبان من السفر ومستعجل على النوم. لا لا، بس انا بحب اتاكد انه الفراش نظيف، انا حساس شوي بالنسبه للنظافه. شو خيار؟ عمو، احنا فراشنا نظيف وشراشفنا نظيفه على الوجهين، مش زي غيرنا. احنا كل ما يتوسخ وجه بقلبوه على الوجه نظيف. لا، احنا شعارنا النظافه، ولا لا يا مدام؟ طبعا طبعا. طيب طيب طيب، بلاش كتر حكي. الناس في أوروبا ما بتحكي كتير، أصلاً ما في عندها وقت إنها تحكي. شو ممكن تشربوني؟ تشرب قهوة ولا شاي؟ متأخرين عمو، إحنا خمرة ما عندنا. طيب إذا ممكن كاسة أورانج جوس، عفواً عصير بردقان طازة مع مصاصة، لأنه أكيد الكاسات اللي عندكم رح تكون وسخة. كاساتنا وسخة؟ إحنا ما عندنا مصاصة. لا لا، بنجيب لك مصاصة عمو، ما تزعل علينا. طيب خد جواز سفري عشان تعرف البلاد اللي انا لفيتها في اوروبا. لفيت باوروبا بلاد؟ ايوه. هات جواز سفرك، بلزمنا جواز سفرك. اهلا وسهلا بيك. بس لو سمحتوا بدنا شويه هدوء عشان انا ما بحبش الازعاج، فاهمين؟ فاهمين فاهمين، على راسنا وعيننا فاهمين. وين غرفتي؟ هذيك غرفتك. اوكي اوكي. وهذا هو اللي بدك تجوزه بنتك؟ يعني مش عاجبك؟ طبعا مش عاجبني تصرفاته. وبعدين لويش عطاك جواز سفره؟ يا حبيبتي، جواز السفر بلزمنا لانه في ناس بكون عمرهم 50 سنة بقولوا عمرنا 30 سنة. خلينا نشوف هذا جواز السفر بكشفه. قديش عمره؟ عمره تفضلي، مواليد 1900 بطلع عمره 25 سنة، بناسب بنتنا نجاح. اسمعي، روح اعملي له عصير طازة وجيبي له اياه. وما في عنا عصير طازة. ول 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 ول، عمرك ما دخلتي اوتيل؟ اي حلي له شوية بودرة او قولي له انه طازة. وشو بدري؟ بلا بالي، قبي من وجهي. يلا تلحلحي. العافية مرزوق. هلا، الله يعافيك. كيف صحتك؟ يا هلا بجار الرضا. كيف العيال؟ الحمد لله. بي علينا والله شوية حساب يا حبوبي، شطبي لنا. إيه يا إبن الناس، خلهم لآخر الشهر بس تقبض بنتك نجاح. إيه من خير الله وخيرك، ما هي رزقة وهلت علينا. شطب شطب، شو قديش الحساب؟ شوف. يلا ماشي يا سيدي، بنشوف. بسم الله، ما هي كلها عاد تفتر عاد تفتر، خلني السبب. مسعود أبو قاعود، نبيل المشيلي، حسن إبراهيم الفرجيلي، وليد بركات، ربيع أبو مشهاب، أبو قمعة، موسى حجازين، أبو عواد. هذا هو أبو عواد. هذا هو نيرتين ونص تعريفي. مع فوائده؟ يحرق شرينك يا زلمة، أنا بردي ما بتعامل أنا. طيب اقضب اقضب. نيرة؟ أي نيرة؟ نيرتين. نيرتين ونص. وهي تعريفي. يوفقك رب العالمين، مكسب يا ابن الناس. مكسبك تعريفي؟ طيب شطبهن عني قبل ما تنسى. يلا. ولا يهمك، وهي شطبناهم. براو عليك. وهسه سجل عندك على الدفتر، بدي شوال رز وشوال سكر وصندوق شاي وعشرين بوكيت حلاوة وثلاثين بوكيت شفرات وكل القهوة اللي عندك. ولي 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 ولي. وكل الأغراض هاي للضيف؟ أنو ضيف؟ وشو دراك إنه بيعنا ضيف؟ إيه يعني يا ابن الحلال، واحد غريب وحامل لي شنطة بيده، وبدق واقف باب داركو يعني، وشو بده يكون مطهر قانوني؟ إيه قص خبرك قص يا مرزوق. يلا سجلها على الدفتر وبلاش طق حنك. إيه سجلها، مالك يا ابن الناس تتوخذوا، بس عم وديك يوم بعدين بسجلهم، توكل على الله. اسمع، وأتسجلهم باسم أبو عواد. ها أحسن ما أم عواد تأخذ فكرة عني إني إيش مبذر. ها السلام عليكم. السلامي. هاي قهوة مضبوط. مرزوق مرزوق، خلاص من مرزوق بنيجي لإسماعيل. إسماعيل ما تمسك أعصابك، مالك أكفج يا عمي. يوم جيت بدي أعطي القهوة دقرت معي. دقرت معاك؟ لا بيت هذا، بتضلك عالي علي. ها اسمع،
تعال الحقني تعال. بدي اياك بخدمه ضروريه وملحه. امر يا عمي. بدي اياك تيجي عندي على الدار تشتغل كم من يوم. اشتغل عندك؟ اسمع، بواحد اسمه زهير، هذا اجى ضيف عندنا، هذا ابن واحد صاحبي عزيز علي شرواك. ولدهون هذا يوم اجى ضيف بفكر انه قاعد بوتيل، وانا خليته على عماه، ومشان ما يشك بالموضوع الوتيل ايش بده؟ بده زباين، وانت الزباين. انا الزباين؟ انت الزباين. اسمع والله يا عم ما نفهم. كيف مش فاهم؟ بتيجي عندي على الدار يا حبيبي، انا قاعد بفهمك، تيجي عندي على الدار بتقعد عندي بالدار وبتشتغل وبنايم ماكل شارب، شو رايك؟ والله انا من زمان بدور على هيك شغله هويدي. اسمع يا عم، بديش حد يعرف انك انت زباينها، لانه هذا زهير انا بدي ادرس اخلاقه عن ايش؟ عن كثب. شو عن كثب؟ والله يا عم على خاطرك. على خاطري؟ بتظلك على خاطري ولا على خاطرك؟ بتيجي بتشتغل عندي، بتسكر القهوة هاي وبتسكر ثمك وبتلحقني على الدار. يلا حاضر. مش ما تيجي ولك؟ حاضر يا عمي. ايه يا ناس، وبعدين معاكو امبوسيف، شو القرف اللي انا عايش فيه؟ وين اصحاب البنسيون؟ انت يا اصحاب البنسيون مالك يا ابني مالك؟ مش عارف انا. بعدين وين جوس البردقان اللي انا طلبته؟ هيا جاهز موجود بالمطبخ، بس ما حبيت اجيب لك اياه على الغرفه لانه ما فيش حدا في المطبخ غيري. طيب يلا يلا روحي جيبيه. يلا شو خيو ابو الزوز، بعدك ما نمت؟ وكيف بتتخيل يجيني نوم؟ انا بصراحه متعود انام على شراشف ساتان. وشو هذا الساتان يا حبوبي؟ ساتان ساتان. تفضل هيا العصير. تفضل. شو هاد؟ انا قلت طازه مش مغشوش. اسمع، مش عاجبك بلاش. معلش يا معلش يا مدام، روحي على المطبخ، روحي على المطبخ. عدم المؤاخذه يا ابو الزوز، احنا اوادم بنصير اوادم، عدم المؤاخذه. تفضل استريح. تفضل. قول لي دخلك قديش أجرة الغرفة بالليل؟ لأنه بصراحة ما في تسعيرة جوا بالغرفة. شوف يا حبوبي، هو صحيح لازم يكون بتسعيرة بالغرفة، بس إحنا الزباين بيجوا عنا، زبون بيستحليله مملحة بلطشها، بيستحليله شرشف بلهفه، بيستحليله معلقة شوكة بيعبيهن مشان تفضل ماشي. آخر زبون استحلى التسعيرة ولهطها، إحنا عمو هلا بنظبط لك تسعيرة تعجبك وعلى كيفك، بس يكون بعلمك العشاء والفطور إجباري. أوكي. يمكن زبون ثاني. ايوه ايوه اهلا سيد زبون، اهلا. تفضل تفضل يا زبون، يا حضرة زبون تفضل حبيبي. هاي غرفتك محجوزة يا سيد اسماعيل، جنب غرفة ابو الزوز السيد زهير. اوكي، بس بدي قزازة مية حديدي، قصدي معدنية. احنا عمو كل ميتنا بيها معادن، بس على شرط بديها تكون مستوردة. ايه بديش تجيبوا الجلاسين عنها، انا عارفكم بتجيبوا المي المستورده وتحطوا بدلها ويتحدوا فيها. لا عمي لا، اطمن اطمن، احنا هاي الشغله ما بنشتغلهاش، انت بشروع على غرفتك واطمن. يلا يلا مع السلامه مع السلامه. بنودي لك المي المعدنيه يا اسماعيل. اهلا سيد زهير، اهلا. هاي قل لي، انت صار لك زمان فاتح بانسيون في هالحاره؟ والله خالي يا حبوبي بدك تقول يعني 20 سنة. اذا اكيد بتعرف ابو عواد. ابو عواد؟ ابو عواد بعرفه عز المعرفة، بس لو يفسر عنه. والله الحقيقة بصراحة انا كنت جاي لعنده، لقيتهم مسافرين وبرجعوا بعد يومين، هو صديق للبابا. تخيل تخيل، بده يلزقني بنته نجاح لزقة، وانا بصراحة مش عارف كيف اخلص من هالورطة. لزقة ورطة وبرضه مرزوق يعني. ممكن تحكي لي رأيك في أبو عواد بصراحة؟ شوف يا حبوبي، أبو عواد يعني أنا بعرفه، لكن بحطش بذمتي، كل الناس خير وبركة. خذ لك هالدينار. لويش هذا عمو؟ عشان تحكي لي عن أبو عواد وعن بنته.
بس يعني أنا تكونش طماع أكثر من دينار ما بتاخذ، ولا أقول لك هات ما بتستاهل، باين عليك ما بتحب النعمة. مالك شم العود مبرطمة؟ تصرفات ابن صاحبك ما هي عجبتني أبدا. بلاش نحكم على الناس بسرعة، هسا بنشوف وبنجربه. أنا عارف أنت بتدافع عنه علشان ابن صاحبك، وأنت بتهجمي عشان بدك تصيري حماته. منحقة يا أم العود، بكرة بتصيري حماته بتداوشي قد ما بدك. بعدين أنا جاي أقول لك إنه إسماعيل ابن أختك وضعه محزن. ماله؟ شو صار له؟ كيف الشر؟ لا بس هجموا عليه كم واحد بالقهوة وكانوا بدهم يذبحوه، فزعت له ولا كان موتوه وصل أخوه. قلت له تعال عنا يا سمعة نام لك كم من يوم عبين ما يروق الجو. طيب مليح مليح اللي عملته. تشرفنا. اهلا وسهلا. اهلا. يا ميت مرحبا، يا ميت مرحبا وهلا، يا ميت مرحبا، يا هلا فيك خيو، يا هلا يا هلا. انا اسماعيل. مين يا حبيبي؟ يا اخي يا اخي، ما فيش داعي لاسطوانه الترحيب الطويل العريضه هاي. الناس في اوروبا بتختصر الوقت كله وبتقول هاي وخلص. هاي هاي. السلام عليكم. قريت خيو جرايد اليوم؟ انا اقرا الجرايد؟ انا سافرت اوروبا وتعلمت وثقفت ورجعت، وجرايدنا لسه اخبارها زي ما هي. ذا سيم. مش فاهم حضرتك بتحكي معي. بسم الله عندك. لا هاي. انت مثلا، انا متاكد انك من 20 سنه ما تطورت. شو دراك؟ الحقه والعقال اللي انت لابسهم. انا رايي انك تستبدلهم وتلبس بورنيطه. بورنيطه؟ ايوه بورنيطه. اكيد شكلك بيكون احسن والناس راح تحترمك اكثر. ولا ايش راي الاستاذ اسماعيل في الموضوع؟ هاي هاي. يا اخي وين القرصون عندكم؟ انت الضحى شرينا من الصبح بدون قرصون بدون غيره. سنحك يا أستاذ إسماعيل، هذا القرصون راح مشوار صغير، كمان شوي بيجي. كمان شوي بيجي. خيو، بدام إننا قاعدين، شو رأيك نلعبنا دقين قمار؟ أنا في الحقيقة دائماً بلعب قمار. في أوروبا كنت دائماً بلعب بروليت، بحط دائماً على الرقم 13. إذا كان في روليت ما عنديش مانع، أما ألعاب قديمة الشكت ولا غيره لا 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 لا. طلع منه، خليه يقول كل شيء مشان يكشف على حقيقته. هاي هاي. انا في اوروبا كنت مشترك في ديسكو ليلي، يعني نايت كلوب. حضرتك تعرف يعني شو نايت كلوب؟ يا خاطرك كان هاي هاي. بصراحه يا جماعه انتم مطفوسين مش عايشين. انا شخصيا ما بصدق وانا اسيب هالبلد وارجع لاوروبا، بس شو أسوي؟ مضطر أتجوز بنت عربية. مدام خيو مش عاجبيتك هالبلد، ليش شرفت مشان تتجوز بيها؟ والله الحقيقة بس عملية إرضاء للوالد عشان ناخد منه كم من قرش وبعدين بنطلقها. هلا شرفنا. ميت مرحبا والله. يا هلا يا عمي خيو. اسم الله عندك. هاي يا عم. وين القرصون؟ مرحبا مرحبا. اهلا اهلا يا بابا. يلا يا بابا معي. يلا يلا. وين؟ عالدار يا بابا. خير؟ شو صار؟ بدي شغلك عندي قرصون. قرصون؟ انا اشتغل قرصون؟ يا بابا، ما هو هذا زهير ابن صاحبي اجى عنا عالدار مفكر حاله ايش بنسيون. بنسيون؟ تقاطعنيش يا بابا، احنا هسه شغلنا اسماعيل عنا ايش زبون، ناقصنا قرصون، انت القرصون. بس بديش نجاح وامك يعرفوا باللعبه. طب ممكن اعرف شو هي هاي اللعبه؟ اتقاطعنيش. هذا عمي زهير، انا جبته وخليته على عمه مشان ادرس اخلاقه عن كثب. بعدين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي مبين عليه مش كل هالقد. يلا ميزط قدامي. يلا بس يابا انا ما بقدر اخذ اجازه. ايش؟
ليش؟ لأني خلصت كل إجازاتي. أها، قلهم أمك مريضة. أخذت عليها إجازة. طيب قلهم إنها ماتت. أخذت عليها أسبوع. ويل 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 ويل. طيب اسمع اسمع اسمع، ابدأ بي أنا. صحيح يابا، يعني أنا موتك قبل ما أموت أمي. هذا مخلص على العيلة كلها. اسمع يا ابو اسمع، انت قول لهم انك مسافر بلاد برا ووعدهم بهديه مزبطه بنطوك اجازيه. الله يرضى. يابا مش لازم اترك الدار ولا ثاني واحد، انا خايف امك ولا نجاح يخربوا علي الطبخه كلها. يلا بعي يلا يابا. تفضل يا ابني فنجان هالقهوه خليك تروق. ومين قال لك اني بحب القهوه؟ طيب مثل ما بدك. قولي لي شو طبخين اليوم؟ طبخين صيادية سمك. صيادية سمك؟ ما بحبهاش. اعملي لي ستيك. شو يا ابني؟ ستيك كمان ما بتعرفوش شو الستيك؟ شو الستيك يا ابني؟ لحم، لحم بس خليها ولدر، يعني ستويها منيح. اللحمة خالصة عنا، علشان هيك عملت صيادية سمك. طيب ما فيش عندكم دجاج؟ لا الدجاج خالص. اها، اما انشغلي هاي. بس يا ابني لو اعرف، لو ايش خلقك طالع من الوضع اللي انا فيه. طيب الوضع اللي انت فيه اذا كان بتحب تغيره بتغيره. قل لي يا ابو زوز شو بتشتغل؟ اشتغل ولو ايش اشتغل؟ انا بابا معاه مصاري كتير، بعدين أنا لسه متخرج جديد من لندن. بس يا ابني بكرة بتتجوز وبكون عندك مسؤولية ولازم تشتغل. لا تكون بدك تناسبيني بأنت التانية. بعدين اسمعي، ما تتدخلي في الناس، انتبهي لنفسك واعملي رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ول 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 ول، هذا نسيبنا مهستر. هاي. هلا 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 والله. ها قول لي ان شاء الله مرتاح بالبونسيون. من وين بدها تيجي الراحه يا عزيزي؟ قول لي دخلك دار ابو عواد لسه ما رجعوا من السفر؟ لا لا خيو، بعدهم ما رجعوا، وبعدين بدري يا ابن الناس بدري. قول لي يا عم، انت شو رايك في ابو عواد؟ الحقيقه لولا 20 30 عيبه بيه ولا كان الزلم كويس. 30 عيبه؟ ايش هي عيوب؟ لا 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 خيو لا، انت لازم تسالني وش هي حسناته. صدقني صدقني يا استاذ انه ما بي عنده ولا حسنه. يا رب سامحني يا رب سامحني، بي عنده حسنه وحده بكتفه اليمين. لوفلي. قول يا عم، مين البنت الحلوة اللي زي القمر اللي دخلت على البنسيون؟ هاي الخدامة. خدامة؟ بس مش باين عليها شكل خدامات. لا لا اسألني أنا عنهن، هذول بتزوجين مشان ينفقين. بصراحة أنا ما أنا مصدق قدر عمي أبو عواد يرجعوا من السفر عشان أرتاح من هالبنسيون اللي الله بلاني فيه. لا لا الله يوفقك، بدك تستحمل. هذا الموجود هذا الموجود. بعدين هذول الجماعة إذا واحد فتح ثمه عندهم ها بيقولوا له تفضل اطلع برا، فلذلك بدي إياك تشد حيلك ها وتورجيهم العين الحمراء ها، اشخط وامخط بيهم. بعدين يا ابن الناس خليك بنحلح شوي يا أخي، انت ناشف انت. حط لك نص ليرة بيد الخدامة ها، سعيد بتصير الخدمة عالي العالي ولا بيحسن منها. اوكي باي باي. مع السلامة، ربنا يوفقك. يعني عجبك زهير يما؟ الرأي الأول والأخير إلك يا بنيتي. هاي. أهلا وسهلا سيد زهير. في أوروبا في مستويات، وأنت لازم تعرفي بالضبط إيش مستواكي وإيش مستواي أنا. بتضلك ضيفنا، اهلا وسهلا. تعالي تعالي. نعم خدي. ايش؟ نص دينار تيب علشانك. شكرا.
أنا عارف على إيش منافسكو عالية على إيش فاضي. خذي يا شاطرة بتشتري فيهم شغلة أو بتشتري أخوتك وانت مروحة على البيت. آسفة. شو بي شو صاير؟ هاي عزيزي البنت الخدامة اللي عندكم دلعينها كتير، صحيح إنها ما بتستحي. صحيح إنها اسكت يا ولد أنت. اسمع أنت، روحي اطبخي للضيف، ضيفنا عزيز علي، روحي اطبخي له. يلا طلقينا عادي. يا حضرة السيد زهير بعرفك على القرسون. يلا يا ولد روح شوف شغلك. يلا يا ولد. بس لا تقول يا ولد. ها بأوروبا يا ابني الشغل مش عيب. القرسونات اللي زيك بيحترموا أسيادهم اللي زي. خد لك هالشلة تتمصرف. امبوسيبل. شو بتسوي هون؟ بزيح الشنطة. بتزحيها ولا بتسرقيها؟ شو بتقول؟ أنا أعرف هالأشكال منيح. طلع اللي سرقتي بسرعة. يلا أنت شفت بالأول شنطتك إذا سرق منها شيء ولا لا؟ صحيح إنك ما بتستحي. يبدو إنه لسانك أطول منك. اسمع يا بنت، خذي الكندرة هاي بويلي إياها. نعم بويلي إياها، بتستفيدي كم من قرش براني. يابا هذا واحد ما بيستحي. ليش يابا شو سوى؟ اعطاني كندرته يابا. هداك اياها؟ لا يابا بده اياني ابوي له اياها. ول هي وصلت لهالدرجه؟ يكون بعلمكم اني انا مش موافقه عليه ابدا، فاهمين؟ بس يا انا هاي اول مره في حياتي خدامي بترفض لي طلبي. ما هو اسمع لما اقول لك. ها اسمع انت، ما حدا حاكي معك، فاهم؟ خد هالدينار خليها بجيبتك. اوعى تكون يا حبيبي مفكرني معطيك اياه تيب. لا روح اشتري باكيت دخان اجنبي وجيب لي فاتوره صحيحه. اوعى تكون مزوره. ما هو شوفها. معلش يا قرسون روح جيبها. روح جيبها يا قرسون. يلا. اهلا سيد اسماعيل. هاي الصيادية جاهزة أجيبها؟ عاد بدكم تضلوا على الأكل؟ دائما رز. الرز في أوروبا أكل نادر. صحيح إنك وحوش. اسمع خيو، مش عاجبك ما تأكل. معلش يا مدام، معلش تفضلوا واستريحوا اقعدوا تغدوا. يلا اوعوا تكونوا مفكرين إنكم بدكم تقعدوا معنا على الصفرة على نفس الطاولة. وين هذا مش بيعترف فيهم رسميا. هاي أنت أمي كلي في المطبخ. يلا لا هون ولا في المطبخ، اللي بيشوفك بتنسد نفسه على اذنكم. شوف منقوع عينها. وبعدين انا قلت بدي اتغدى ستيك، يعني ستيك بترجعوا بتعملوا صياديه؟ انا مش ماكل بعد سيرفس. هاي خيو سمع. نعم يا حبوبي هسه اجى دورك. ترى هذا يعني ابن صاحبي ومش قادر اطج كتله. انا مستني هيك فرصه من زمان. لا بدش هاي سمع، شايف الفتحة اللي تحت من أخيره؟ أبديش بيها ولا سزن ولا همك. يلا هو أما إزعاج. هاي تفضل. شو بتسب علي قاعد؟ لا يا حبيبي أنا بقول لك تفضل. تقول تفضل. أنت مبين عليك مش عارف مع مين بتحكي. يا أخي أنا بقول لك تفضل. كمان بتقول لي يا أخي؟ صحيح صعينك ما بتستحي ولا بتحجي. يا أستاذ إسماعيل، يا أستاذ إسماعيل كمان بتقول يا أستاذ؟ كمان بتقول يا أستاذ؟ يا أستاذ إسماعيل يا أستاذ. أيوة افضخ رأسه. أيوة اذبحه ناولو. شو هذا يا زلمة؟ تعرفي إنه أكلاتك كانن طيبات يا أم العود؟ يا رجل هذا بتهامشوا. بس أنا ضقت قبل شوي لكن كان عليه ملح زيادة. هذا مسح بيناتهم. قولي لي دخلك هذا الزيتون خير السنة؟ ذبحوا ما حد قوم. هسه أخذوا الوقت الكافي. تفضلي قدامي يا أم العود. تفضلي يا مدام. تفضلي. ها ماي بلود بليز ماي بلود. شو هذا دم؟ اسمع انتوا بتهاوشوا هسه بجيب لكم الشرطة. ها بليز دمه صار على ديني. اسمع
أنا أول مرة ضيوف. روحي قال أنت أول مرة بشوف ضيوفي متهاوشوا. أنتوا بروبا عندكم بيهوش هيك؟ شور ما نو جاوا تتبلاني. لا 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 طجيته. اسمع اسمع يا عمي يا إسماعيل روق يا حبيبي، إحنا بدنا نصغر المشكلة يا حبيبي. اسمع خلينا خلص عليك، خلينا خلص عليك. خلاص اسكت عادي. روح عمو انت غسل وجهك ونظف حالك وتعال، عايزك موضوع مهم. اركض. اوكي روح. خلينا موت وموت، خلينا في الدفي. حبيب قلبي احييك يا سمعة. تسلم. هيك رجال بلاش فنعت راسه وغليونه خطه. اسمع هسا انت مهمتك انتهت، بتروح على قهوتك وبتشتغل شغلك على السكت. يلا روح خلاص. اركض اركض. مرحبا يا مرزوق. هلا هلا يا ابو عمر. هلا يا مرزوق. محلي والله. هلا تفضل. محلك. هلا بالحبيب الغالي. مصلحه. اسمع يا مرزوق، بدي شوال رز وشوال سكر وشوال طحين. وين 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 هذا الضيف بطيني؟ ومنو قال لك انه هذول للضيف؟ ها هلا لمين؟ لم هاي البضاعه وسجلها على التفتر باسم بلسيوم السعاده. بلسيوم منو يا سيدي؟ هذا البنسيوم الهوتيل تورد لي عليه زباين، ما انت عارفه. إيه بس يا ابو عواد الله يوفقك، يعني هاي مزحه والبنسيوم ما له وجود. مثل ما البنسيوم ما لهوش وجود، الدينات كمان ما لهنش وجود. وفلش احمر لو تبز عينك ما بطلعوا مني. وبعدين جاجة حفرت على راسها وشوه حفرت. الله لا يوفقك يا مرزوق. اوف، اما ناس متاخرين. البشكير لازم يكون لونه اخضر جرين حتى يتناسب مع لون الحمام. طيب خذ خذ، ما لقيت طلبك برا. ممكن الاقيه هون بزياده نص دينار ممكن. ما تحكي هيك من الاول، انا كان لازم اعرف اني انا مش في اوروبا. اي جننتنا في اوروبا تبعتك، كان ظليتك هناك وريحنا يا اخي. مرحبا سيد زهير. اهلا اهلا. الحقيقه احنا حبيناك يا حبوبي وانبسطنا منك وعرفناك مليح. وهسه بدكيش تروح تشوف الست نجاح وتحكي معاها؟ مين نجاح؟ نجاح بس حسب ما بعرف انه نجاح مسافر. لا خيو، اهلها مسافرين، هي مش مسافره مش مسافره. طب قل لي وين ممكن الاقيها؟ بتلاقيها بالشركه، هي بتداوم بعد الظهر. قوم يلا بنلاقيها. طب الله يخليك، اعطيني العنوان. لا خيو، اجري على اجرك بروح معك. عارفك خبيث، بدك تطلع لك كم قرش براني. على كل حال بروح انا وياك وراح اخلي نجاح هي اللي تدفع لك. معلش خيو تفضل معاي، انا بخلي نجاح تدفع عنك كمان البوليسيون، ما هو اللي من برا اولى. تفضل تفضل. تفضل. فوت يا حبوبي فوت، بعرفك على بنتي نجاح. نجاح؟ وانا بكون ابوها ابو عواد. قل لي دخلك بأوروبا بهيك مفاجآت؟ سوري يا جماعة، أنا كنت بفكرك خدامة، بفكر حالي في بلسيون. حتى ولو، أنت انكشفت على حقيقتك. الناس مش لازم تتعامل داخل الأوتيلات على أساس أنه ملك إلهم، كمان مش لازم تعامل الخدمات على أساس أنهم حيوانات، بيظلوا بشر مثلنا مثلهم، لكن ظروفهم المادية اللي خلتهم يشتغلوا ويكسبوا رزقهم بعرق جبينهم، والشغل عمره ما كان عيب. صحيح يا مي عواد، مقلب وقع فيه ومنيح اللي كشفنا. عرفتوا شو صار؟ شو صار يا ابو؟ يوم راح على المكتب وشاف نجاح بوم واللي هو واقع على الارض مثل الشريطة. شو بي؟ هلا اهلا اهلا. هلا بأبو عيني حبوبي أبو الزوز. هلا بأبو زهير. والله شرف ابنك وقاعد عنا وتمنجك وتفنجح على كيفه، يا عيني عليه. كيف شفناه؟ مثال قلة الأدب. هذا خلوه عشان تتركوه يتربى هيك وهيك. ديروا بالكوا أولادكوا. لويش تزعل تعلي صوتك؟ اسمع اسمع قبل ما تسكر الخط بدي أقول لك الكلمة. سنحك بهالزوز المخلفه
وشيلات. عامل عنتر بن شداد عامل السلم بالعب انت بوان وانا بوان لا تقولوا اف ولا هذا البير وهذا غطا لا تقولوا اف ولا هذا البير وهذا غطا والشاطر فيكو فهمان يدور على الحل بيلقاه دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول اي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول اي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول الكلام ما خلى ودل كل مشكلة ولها حل الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل لو بدي أحكي الصحيح من كلام الكل بنعل دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو بتقول دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك